السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذه الفقرة الجديدة التي سأتحدث فيها عن توقعاتي كمواطن يمني بسيط وكقارئ للأحداث السياسية التي تجري اليوم في اليمن، خصوصا بعد مسيرات اليوم التي كانت حاشدة والتي وجهت رسائل مهمة للعدو السعودي. يعني هذه التوقعات سوف أستقرئها لكم من خلال الأحداث التي نشهدها اليوم في بلادنا، ومن المقدار الهائل للقوة العسكرية التي وصلت إليها صنعاء نتيجة خبرتها الحربية المتراكمة وتاريخها الطويل مع الحروب منذ نشأة الحركة وحتى اليوم. هذه القوة التي دفعت بها إلى مواجهة أعظم وأقوى دولة في العالم وهي أمريكا. أيضا استنبطت هذه التوقعات من بعض المعطيات المنطقية التي لا يمكن لأحد أن يختلف معي بخصوصها. ولنعرف هذه التوقعات كونوا معي بعد هذا الفاصل القصير. طبعا كلنا سواء كنا موالين لحركة أنصار الله أو خصوم لهم مدركين لشيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء هو أن حركة أنصار الله، أو لنقل صنعاء اختصارا، أصبحت قوة لا يستهان بها، تمتلك أسلحة استراتيجية خطيرة مثل الصواريخ الفرد صوتية بأنواعها والتي تم الكشف عنها مؤخرا. وبعض هذه الأسلحة قد تكون أسلحة بسيطة مثل الزوارق المسيرة، إلا أنها تشكل خطرا محتقا على الخصم. طبعا إيماني واعترافي بوجود هذه القوة لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من أحداث شاهدناها جميعا ومن اعترافات محللين وخبراء عالميين وصحف ومجلات سياسية وعسكرية عالمية، وبإمكانكم البحث عنها في النت، لأن الحديث عنها سيؤدي إلى التطويل وأنا أريد الاختصار. المهم وباختصار لكي لا أضيل عليكم وتقولوا علي لغجة كثير هدار، سوف أختصر. كلنا مدركين أن صنعاء واجهت أمريكا بجلالة قدرها راس براس ونجحت في إذلالها، وهذا يتجلى في الكم الهائل من السفن التي تم استهدافها والتي وصلت إلى 166 سفينة، كما جاء على لسان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وفي انسحاب حاملة الطائرات آيزنهاور مؤخرا من البحر الأحمر. وهذا بحد ذاته أيش يعني بالنسبة لكم؟ أيش يعني؟ طبعا هذا يعني أن اليمن أصبح قوة إقليمية عظمى لم تخشى أمريكا، فما بالك بالسعودية. السعودية التي هزمت شر هزيمة في حربها ضد اليمن. السعودية لم تعد شيئا أمام اليمن أو أمام الحوثيين. هذا واحد. اثنين، أن اليمن أصبح سيد البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وأن أمريكا وكل حلفائها ليسوا شيئا. وبناء على هذا الكلام واستعداد الحوثيين لخوض عدة حروب في وقت واحد، نجد أن السعودية اليوم يلعب بالنار وبمستقبل بلاده، وبالتالي فإن استمراره في التصعيد الاقتصادي الحاصل اليوم لا يمكن تبريره، خصوصا مع رغبة هذا الأحمق قبل طوفان الأقصى في الخروج من المستنقع اليمني. بالتالي لا يمكن تبرير هذا التصعيد إلا أنه جاء خدمة للعدو الإسرائيلي والأمريكي، وبالتالي فهدفه ليس إلا الضغط على صنعاء لتكف عن عملياتها البحرية ضد سفن الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها. ولو بحثنا عن مبرر آخر غير هذا لما وجدناه، وحتى أي واحد يتيلي مبرر ثاني. طبعا كلنا مدركين أيضا بأن الحوثيين لا يخشون أحدا، وأن ردهم على هذا التصعيد سيكون هذه المرة ردا مدمرا، إذا لم يكن أشد إيلاما من الضربات السابقة التي تم توجيهها للسعودية والتي كان تأثيرها متصاعدا
في درجة إيلام هذا النظام الجاهلي المتعجرف. لذلك أقول إذا قال الحوثيون البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار فهم جادون في تحذيراتهم، فقوتهم اليوم ليست كما كانت بالأمس. اليوم لديهم صواريخ مدمرة، صواريخ فرد صوتية، ولديهم في المقابل بنك أهداف سعودي دسم. سيهاجمون بنوك السعودية ومطاراتها وموانئها، وانتوا تخيلوا بعدها كيف ستكون الأوضاع في السعودية، تخيلوا. لذا إذا لم يغير السعودي موقفه فسيقع في وردة أشد من وردة عدوانه السابق على اليمن. طبعا أنا أعتقد أنه لن يغير موقفه، ولا ما رأيكم؟ هل سيغير موقفه؟ أعتقد لا، لأنه لا يملك القرار، قراره بيد سيده الأمريكي. لذا فأنا أتوقع أن يتعرض لضربة قاسمة قريبة، أو مثل ما بيقولوا ضربة قاضية خليه يجري وراء السلام بسرعة الصوت، يعني بسرعة فرد صوتية. وأتوقع أن تعود نتيجة لهذه الضربة كل حقوق اليمنيين المسلبة والكاملة. هذه هي خلاصة توقعاتي، وأتمنى تكلموني برأيكم فيها في التعليقات وتقولوا لي هل هي قريبة من الواقع أم بعيدة. أعتذر إن كنت قد أضلت عليكم، سامحوني. وهذا ما أردت إيصاله إليكم الليلة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.